السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة من قناة أم محمد هعمل لكم الكشري الأصفر. هيبقى معانا كوبايتين رز، ومعانا كمان بطاطس متقطعة بالشكل ده، ومعانا برنجان مقشرة، ومعانا كمان كوباية عدس أصفر غسلاه ومنشفاه كويس، ومعانا فلفل، ومعانا بيض، ومعانا معلقة كركم. أول حاجة هنعملها دلوقتي، اول حاجه الوقت عملتها حطيت البطاطس، طبعا انا غسلتها كويس وقشرت وقطعتها بالشكل ده. هنزل عليها الوقت بمعلقه ونص ملح، واسيبها بقى على النار تستوى. دلوقتي انا حطيت زيت في حله على النار، وهنزل عليها بالعدس بتاعنا. دلوقتي انا حطيت العدس في الزيت السخن، طبعا هديله تلويحه كده على النار بالشكل ده قبل ما انزل عليها الرز. لازم تشوحي العدس شوية على النار عشان يفضل مفلفل معاكي. هنزل بقى دلوقتي بالرز كمان اشوحه مع العدس. ملعقة الكركم، هسيبه لمدة دقيقة بس على النار بس أو اتنين قبل ما أحط عليه المية السخنة. ده شكل الرز بتاعنا. الوقت هنزل عليه المية السخنة او المية اللي بتغلي. نحطت له طبعا نص معلقة ملح. هسيبه بقى ما يستوى وارجع لكم تاني. ده شكل الرز اهوت. هسيبه بقى على نار هادية خالص لمدة 10 دقايق وهقدمه ازاي. على شكل الرز اهوت. هسيبه بقى على نار هادية يستوى لمدة 10 دقايق وارجع تاني. دلوقتي انا معايا حوالي 4 فصوص توم، ومعايا حبيتين طماطم متقشرين. طبعا هعمل الدقة بتاعت البتنجان. ومعانا دلوقتي زيت على النار، هنزل الوقت فيه البرنجان بتاعنا عشان احمره. هسيب الوقت على النار هادية اهوت يستوى براحته. ومعانا التومة كمان بدأت تصفر اهي، هنزل عليها بمعلقة خل. هنزل دلوقتي اهوت بمعلقة الخل. هنزل دلوقتي بالطماطمتين اللي انا مقشراهم مقطعاهم حتت صغيرة اهيت. هسيبها بقى تتثبت على محمر البرنجان بتاعنا. وده خلاص البطاطس بتاعتنا استوت. دلوقتي اصفيها من الميه عشان اقشرها بقى وعشان نحمرها. دلوقتي انا حمرت البرنجان اهوت لسه تكمله له. هنزل دلوقتي بالفلفل بتاعنا عشان يتحمر. نحمره دلوقتي وارجع تاني. وده شكل البرنجان بتاعنا. هنحط عليه الدقه اللي انا عملتها معاكم.
بالشكل ده. وده شكل البرنجان بعد ما حطيت له الدقة بتاعته، وطبعا الفلفل. دلوقتي انا هنزل البطاطس عشان احمرها. ودي شكل البطاطس بتاعتنا بعد ما اتحمرت، بقت بالشكل ده. انا عملت معاكم النهارده البطاطس والبتنجان. وكمان الفلفل. وكمان سلطة. وكمان سلقت البيض معاكم. انا عملت معاكم النهارده الكشري الاصفر، عملت معاكم البيض المسلوق والفلفل المقلي والبطاطس، وعملت كمان البرنجان ولا الكشري، وكمان سلطه اهيت. يا رب الفيديو بتاعنا النهارده يكون عجبكم، ما تنسوناش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.